منذ زمن بعيد توارث الفلسطينيون تقاليد وعادات خاصة بالشهر الفضيل. هنا خليل يحرص كل يوم أن يشتري الحمص والفول والفلافل التي تعد جزءاً رئيساً على موائد إفطار الصائمين داخل قطاع غزة. طبعاً الحمص والفلافل هذه أكلة شعبية من زمان من الأزل، وغير هيك أنها كمان بتفيد جسم الإنسان، لأن الإنسان لما في آخر وقت في رمضان قبل ما يأذن المغرب ساعة بينده السكر بنحرق. أحسن إشي لزيادة السكر هو الحمص، وغير هيك الأكلة الشعبية وبالفول والصحون كمان بالفول. الفول والفلافل والحمص دائما على مائدة رمضان بيجي. الحمص إذا كان طبخة المرأة الفلسطينية طبخة دسمة بتحب بس حمص على أساس تشكيله مع الطراشي والكذا، إذا كان فيش الطبخة تاني يوم بتضيف إليها فول، فلافل محشية، فلافل عادية، بس المحشية في رمضان أقدر على البقاء على المائدة من الفلافل العادية. التمور والحلويات بأنواعها المختلفة وحتى القطايف تعد من متطلبات الشهر الفضيل التي لا تكتمل موائد الصائمين إلا بها. القطايف زي ما هو معروف أكلة شعبية منذ بديش أقول لك مئات، منذ عشرات السنين. يعني أنا جد بدأ في الشغلانة هذه قبل 56 سنة، ورث عنه عمي أبو حمزة، وأنا اللي بشتغل على الميزان تقريبا 14 سنة على نفس الوقفة هذه، نفس الناس الحلوة، نفس القطايف الزاكية. وطبعا فيش حد بينكر انه لا يحلو رمضان الا بالقطايف. يعد الشهر الفضيل موسما مهما للتجار والباعة، حيث تنتعش اوضاعهم لكثرة الطلب على احتياجات ومتطلبات الموائد الغزية. للشهر الفضيل هنا في فلسطين عادات واكلات خاصة، وتحديدا هنا في غزة هناك عادات تميز الشهر الفضيل وأكلات يحرص الفلسطينيون على أن تزين موائدهم. محمد سالم، روداو، غزة، فلسطين.